السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. وما تنسونيش اخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. اليوتيوبر عبد الله ابو جاد والزوجة ديالو سارة كيحتفلوا بالعقيقة ديال الابن ديالهم فارس، فغنخليكم مع الفيديو. مبروك عليهم والله يخليه اليوم ويتربى في عزهم ان شاء الله يا رب. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامة.